مساء الخير جميعا، اهلا وسهلا بيكم. احنا دلوقتي هنستكمل الجزء الثاني من برنامج بلاي بوزيت، اللي هو برنامج اللي بيعمل الفيديوهات التفاعليه. واحنا كنا شوفنا في الجزء الاولاني ازاي ان احنا بنقدر نعمل بنجيب فيديو من على اليوتيوب، او لو بنحمل فيديو من على الكمبيوتر عندنا، او لو بنعمل ريكورد الفيديو وبنقدر بنقطعه بانواع مختلفه من الاسئله، زي ما شوفنا، سواء اختيار من متعدد او اكمل الفراغات او صح او خطا وحاجات تانية كتير. وبعد كده بنشيره على السوشيال ميديا بحيث ان اي حد يقدر يشوف الفيديو ده، بيقدر ان هو بيتفرج على الفيديو في نفس الوقت هو بيتفرج، بيتقطع الفيديو او تتقطع مشاهدة الفيديو بعدد من الاسئلة، ولازم يجاوب عليها شرط على اساس ان هو يقدر يكمل مشاهدة الفيديو. طيب دلوقتي احنا لو عملنا كده، احنا زي ما قلت في الفيديو الاولاني ان احنا مش هنقدر تعرف مين دخل او مين ما دخلش من الطلبه، او اللي دخل هل جاب درجه كويسه ما جابش درجه كويسه. برنامج بلاي بوزيت من البرامج اللي بنقدر عن طريقها نعمل كلاس، والكلاس دوت نقدر ندخل فيه الاكسرسايز بتاعنا او الفيديو بتاعنا اللي بتقطع بالاسئله، وبعد كده نعمل انفيتيشن للطلبه بطرق مختلفه، وده اللي احنا هنشوفه مع بعض. طيب انا دلوقتي لما باجي بفتح بالوضع ده، هروح هنا عند كلاسز، تمام كده، وبعد كده هقول اد نيو كلاس، بديله اسم مثلا تيست سبانيش، او مثلا ممكن اسميه سبانيش كلاس زي ما احنا شايفين. ممكن اديله لون كمان لو انا عايزه، مفيش مشكله، اهو بقول له سيف، تمام. فهو في عندي كلاس فعلا اتعمل اهو بتاريخ النهارده زي ما احنا شايفين. لو انا دوست عليه تمام كده، فطبعا ممكن ادخل وباشوف ان الكلاس دوت معمول فاضي ما فيهوش اي حاجه، فبدوس هنا على learners، تمام. فعندي كذا طريقه علشان اعمل invitation للطلاب ان هم يدخلوا عليه، يا اما ان انا بديهم الكود ده فهم بيدخلوا عليه يعني من الاول بقى خالص لما بيكتبوا اسم البرنامج www.placeposit.com، وبعد كده بيدخلوا as a student مش as an instructor، بيدخلوا as a student وبيدخلوا الكود ده وبيلاقوا نفسهم على الكلاس اللي اسمه Spanish class. دي طريقة. يا اما طريقة تانية لو انا عايزة اعمل add learners، ببتدي ان انا بعمل add بالطريقة دي، تمام كده. يا اما ان انا ممكن بدي كود زي ما انا قلت، يا اما ان انا باخد اللينك ده لينك الكلاس، يا اما ان انا برفع اساميهم لو انا الاسامي موجوده عندي في صوره اكسل شيت، تمام. يبقى انا ليا ثلاث طرق علشان ادخل الطلبه لو انا عايزه اتكلم عن ان وجود طلبه عندي. يا اما ان انا بدلهم الكود، يا اما بدلهم اللينك بالوضع ده، يا اما ان انا بعمل ابلود لاكسل شيت معايا كده في اسماء الطلبه عندي، تمام. تمام، يبقى انا عندي Spanish class وده الكود او الطرق المختلفه اللي احنا شفناها. طيب دلوقتي انا عايزه جوه الكلاس ده، انا دخلت ماشي، الطلبه دخلوا باي طريقه ما، تمام، سواء بالكود او سواء باللينك او سواء عملت ابلود لاكسل شيت، انا عايزه احط اكسرسايز جوه الفصل، تمام. فبعمل ايه؟ فبروح لماي بالبز، المفروض الاكسرسايزز اللي انا عاملاها اللي هو الاغنيه اللي انا كنت عاملاها، بروح هنا عند الثلاث نقط دي، يا اما بروح من هنا يا اما بعمل كليك شمال من هنا، يعني ايا كان، وبدوس على كلمه اساين، فبيبتدي يظهر لي هنا اسماء الكلاسز اللي هي موجوده، فبختار اللي هو الكلاس الاولاني اللي هو سبانيش كلاس، فبيبتدي ان هو بيطلع لي دلوقتي انا عايزه اعمل ان الواجب اللي انا هحطه بتاع الاغنيه دي اللي هيدخل جوه السبانيش كلاس هيكون امتى مطلوب، يعني سي ان هو مطلوب بكره يوم 27/4، سي الساعه 12، يعني كمان دلوقتي زي ما احنا شايفين الساعه 9:30 مساء، يعني تقريبا كمان ساعتين ونص هيكون الواجب دوت مطلوب من الطلبه، فبعمل اوكي بيبقى بالوضع ده. بعد كده بعمل كلوز، يبقى أنا دلوقتي المفروض لو أنا رحت للكلاسز هلاقي السبانيش كلاس ده، لو أنا دوست عليه المفروض إن أنا عندي، طبعا مفيش ولا طالب دخل لغاية دلوقتي، بس أنا زي ما احنا شايفين إن الواجب دوت مطلوب إن هو يتسلم الساعة 12 منتصف الليل، يعني كمان ساعتين ونص من دلوقتي، تمام؟ تمام. بعد طبعا ما بدي اللينك للطلبه والطلبه بيدخلوا من البدايه طبعا، فانا ليا ان انا بتحكم، مثلا بشوف هنا طبعا مثلا اسمائهم هتظهر لي هنا،
والسكور بتاع كل سؤال على حدة. يعني البرنامج دوت من الحاجات الكويسة اللي فيه ان هو لو انا مثلا عاملة 10 أسئلة على الأغنية، كل سؤال بتبقى له درجة منفصلة، تمام كده، فبحيث ان انا اقدر اعرف الطلبة فعلا ايه السؤال اللي كان مشكلة بالنسبة لي انا كمدرسة او كمدرس، ايه السؤال اللي هو جابه فيه اقل درجة ممكنة، فبعرف ان في مشكلة في السؤال ده، هل مثلا في صياغة السؤال، هل هما ما قدروش يفهموا، فبحاول ان انا بتابع معاهم. فده من البرامج الكويسة جدا في النقطة دي. بالنسبة للدرجات كلها اقدر ان انا اسجل، يعني اجيبها في صورة اكسل شيت، تمام كده، كل واحد دخل امتى وكل اجابة بالنسبة للسؤال كان اخد كام واستغرق وقت قد ايه. كمان البرنامج بيظهر لي رسومات بيانية او رسوم بيانية، سواء اللي هي الجرافيكس دي، سواء اللي هي اللي بتبقى في شكل دايرة او بالشكل مثلا مستطيلات واقفة او مستطيلات بالعرض او ما الى ذلك، علشان نعرف النسبة قد ايه. ليا كمان ان انا اقدر اتحكم ان الطالب اللي هيدخل ده هل هيجاوب مرة واحدة ولا هل هيجاوب اكتر من مرة، برضو ليا ان انا اقدر اتحكم في الموضوع ده. فده الفكرة بتاعة الكلاس، ان انا بعمل كلاس على البرنامج ده بحيث ان الطلبة بتدخل وبتلاقي الاكسرسايز وبيحلوا الاكسرسايز، وبيظهر لي بعد كده هنا الليرنر نيم، اسم الطالب، والسكور اللي اخده في كل سؤال على حدة، ما بيجمعش الاسئلة كلها على بعض. فدي ميزة كويسة جدا بالنسبة للمدرس، يعرف الخلل فين بالظبط، او بيعرف نقطة الضعف بتاعة كل طالب فين بالظبط. هل لو تم الاجماع من جانب طلبة ان في سؤال كله جاب فيه صفر، يبقى معنى كده ان في مشكلة في الجزئية دي، يا اما هم ما فهموهاش، يا اما السؤال كان صعب عليهم، يا اما السؤال كان فيه صياغة مش مظبوطة من جانب المدرس، تمام. فده البرنامج ده بيبقى كويس جدا من الناحية دي، وبيديني زي ما قلت رسوم بيانية بتظهر لي الطالب فعلا قدر ان هو يفهم الـ يعني الـ الحاجات ماشيه او لا. بقدر برضو ان انا بعمل داتا اكسبورت، ان انا بنزل برضو الاجابات في صوره اكسل شيت بالرسوم البيانيه. كل دي بتبقى حاجه كويسه بالنسبه للادمنستريشن في المكان اللي انا بشتغل فيه، لو هو الطالب، لو المدرس مطلوب منه ان هو يقدم دليل ان هو عمل شغل مع الطلاب. وطبعا زي ما انا قلت ده دليل برضو البرنامج ده، ان انا لما بعمل فيديو وبقطعه بالاسئله وبطلب من الطلبة انهم يدخلوا ويشوفوا بياخدوا درجات، بتأكد كل طالب فعلا دخل او ما دخلش، وبيكون في متابعة من جانبي انا كمدرس للموضوع ده. وطبعا بتبقى عندي درجات علشان اشوف نقاط القوة ونقاط الضعف. اتمنى تكونوا استفدتوا من الجزئية دي التانية من برنامج Playposit. اشكركم.